لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص دروس شعائر الحج إلى بيت الله الحرام. تحدثنا في الحصة الماضية عن إتمام المناسك بإقامة العمرة، وبينا جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، وتبقى مسألة متعلقة بالعمرة وهي العمرة عن الغير أو الحج عن الغير. فالعمرة عن الغير جائزة، كما يمكن أن يعتمر الإنسان عن نفسه يمكنه أن يعتمر على غيره. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يطوف ويقول لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، وهو يحج. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أأنت شبرمة؟ فقال له الرجل لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومن هنا استقى علماؤنا الأفاضل جواز الحج عن الغير وجواز الاعتمار عن الغير، ولكن بشروط. الشرط الأول أن النائب في الحج لا بد أن يكون قد حج حجة الفريضة عن نفسه. لا يجوز أن ينوب إنسان لأداء شعائر الحج وهو لم يحج حجة الفريضة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من سنحج عنه من الموتى المتوفين، والأفضل أن يكون ممن أوصوا بذلك، ولكن أجاز المالكية وغيرهم رحمة الله عليهم حتى لو لم يوصي الميت فيجوز الحج عنه. وكذلك النوع الثالث أو شرط آخر أن يكون من سنحج عنه من العاجزين عن أداء الحج كالمقعد والمعاق والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فهؤلاء يجوز لهم أن ينيبوا من يحج عوضا عنهم ولو بالمقابل ولو بالمال فلا بأس بذلك. وكذلك العمرة عن الغير، نعم تجوز العمرة عن الغير بنفس الشروط، إما أن يكون من ستعتمر عنه أو بدلا منه، إما أن يكون متوفى منتقل، أو أن يكون حيا ولكن أن يكون عاجزا عن أداء العمرة ولا يتصور أنه يمكن أن يسافر وأن يؤدي العمرة. تجوز العمرة عن الآباء وعن الأمهات وعن الأجداد وعن الجدات وعن العلماء وعلى أهل الفضل، كل ذلك من ألوان البر، ويؤجر الإنسان على ذلك ويكون له من الأجر بمثل ما وهب الله تعالى لمن اعتمرت عنه. أي هذا أمر ممدوح وهذا أمر جائز وهذا أمر مطلوب. الآن السؤال، بعد أن أتممنا عمرتنا وأتممنا مناسك حجنا، يبقى أمامنا يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وسنعود إلى بلادنا بحمد الله تعالى سالمين غانمين، ماذا بقي لنا من المناسك والأعمال؟ لم يبق لنا شيء والحمد لله تعالى، ما عدا طواف الوداع.
فهنا أدعو الحجاج الميامين إلى المحافظة على الصلاة كما بدأنا وكما عهدناهم، أن يحافظوا على ذكر الله، أن يحافظوا على خشوعهم ووقارهم وسكينتهم، أن يحافظوا على حسن معاملتهم مع إخوانهم، أن يرى الله منهم خيرا في عبادتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم. وهنا أقول لهم: نعم، يمكنكم أن تقتنوا بعض الهدايا وبعض المشتريات وبعض الأمتعة أو الأغراض، لا بأس، بعد أن اطمأننتم على حجكم ومشاعركم ومناسككم يمكنكم أن تتزودوا ببعض الهدايا أو بعض المقتنيات، ولكن تذكروا دوما أنكم ضيوف للرحمن وأن صحائفكم نقية الآن. وتذكروا ما ورد في الحديث النبوي الصحيح حين قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع خطوات الحاج خطوة خطوة حتى إذا أتم طواف الإفاضة قال: حتى يأتي ملك فيضع يده كفه بين كتفيك ويقول لك: اعمل يا عبد الله فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما مضى. تذكر هذا الفضل، تذكر أن صحائفك بيضاء نقية، وأحسن الاستعداد وأحسن التعامل مع الرفقاء، مع المرافقين، مع الإداريين، مع المرشدين، مع البعثة الصحية، مع كل إخوانك المتدخلين معك في هذا الشأن الفضيل. حتى إذا قررت الرحيل وأخبرت بالرحيل، هنا يبقى في حقك ما يعرف بطواف الوداع. وطواف الوداع كسائر الطوافات الأخرى كما ذكرت لكم، وعندنا 5 أنواع من الطواف كما ذكرنا في حصص سابقة، الذي يتغير هو النية فقط. وطواف الوداع يعني أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، ليكون أول عهدك بالبيت حين دخلت طواف القدوم أو طواف العمرة، ويكون آخر عهدك ببيت الله الحرام هو طواف الوداع. وطواف الوداع يكون في آخر وقت قبل خروجك، الصلاة الأخيرة اللي مش تخرج فيها تؤدي فيها طواف الوداع. طواف الوداع حكمه عند المالكية سنة، وحكمه عند الجمهور واجب. فعند الجمهور من ترك طواف الوداع وجب عليه أن يقدم هديا، أما عند المالكية فالأمر ميسور والحمد لله، فحكمه سنة فقط. وأجاز بعض أهل العلم لمن أراد الرحيل والخروج أن يقرن بين طواف العمرة وطواف الوداع. مثلا إنسان سيسافر غدا فجرا وقاعد يعني يؤدي في عمرة ليلا، يوم كله باش في طواف العمرة ينوي معاه طواف الوداع ويتم سعيه ويخرج من البيت الحرام. وكذلك طواف الإفاضة، لمن أخر طواف الإفاضة يمكنه أن يقرن بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع. تبقى مسألة هنا تتعلق بطواف الوداع، وأود أن أشير إلى ربما في بعض الأحيان وإن كانت نادرة ربما مسألة تهم النساء. المرأة مع الحيض تمنع من الطواف، خرجت إلى عرفات وهي حائض، وقامت بأعمال منى وهي حائض وكل ذلك جائز، ثم جاءت إلى مكة واستقرت بمكان الإقامة تنتظر جفافها فلم تجف، حتى إذا قارب الرحل على الانطلاق يعني جاء موعد السفر، فماذا تصنع؟ هي لم تتم الركن الرابع من أركان الحج، ماذا تصنع هذه المرأة؟ أجاز العلماء، كثير من أهل العلم منهم ابن عرفة واللخمي وغيره من العلماء، علماء المالكية وغيرهم، بالنسبة لهذه الحالة إذا كان يعني حان وقت الرحيل ولم تطهر هذه الأخت، فعندئذ تغتسل وتنظف بدنها وتعتصب جيدا وتأتزر، ثم تأتي لأداء طواف الإفاضة لتتم حجها وتقرن به طواف الوداع، ولا تصلي الركعتين في مقام إبراهيم ثم تخرج من المسجد. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم
ومن كل إخواننا، تبقى مسألة الدعاء في نهاية طواف الوداع. من المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في طواف الوداع، هو اسمه طواف الوداع، أي أنك ستودع بيت الله، ستودع المسجد الحرام، وأنت قلبك مشدود إلى هذه البقاع المقدسة، يعني كأنك ستفارق وتودع أغلى الأحبة، وبذلك تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي أن تدعو بماذا؟ أن يمن الله عليك بعودة أخرى، وألا يجعل طوافك هذا آخر عهدك بالبيت العتيق، وأن يمن الله عليك بالعودة مرارا وتكرارا. ومن الآداب والمستحبات بعد أن تتم طواف الوداع وتريد أن تخرج، ألا تولي ظهرك إلى الكعبة المشرفة، بل تخرج من ساحة الطواف وأنت تنظر وترقب الكعبة المشرفة وتديم النظر إليها، وتدعو الله تعالى خاشعا ضارعا أن يمن عليك بعودة إلى حرمه الأمين وإلى بيته العتيق وإلى هذه المشاعر المباركة وإلى هذه الآيات التي تحيط البيت الحرام. تقبل الله منا ومنكم يا ضيوف الرحمن، وجعل الله حجكم حجا مبرورا، وسعيكم سعيا مشكورا، وذنبكم ذنبا مغفورا، وتجارتكم رابحة لن تبور، إنه عزيز حليم غفور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن. بعد أن أتممنا في الحصة الماضية، أتممنا تقديم مناسك الحج والعمرة بفضل الله تعالى، سائلين الله تعالى أن ييسر لكم كل هذه الشعائر وكل هذه المناسك. وددت في هذا الجزء من هذه الحصة أن أقدم لكم ملخصا لكل أعمال الحج، من خلاله يمكن أن تتذكروا أهم المواقف والوقفات وأهم الشعائر والأعمال والحركات. أولا، من أراد أن يؤم البيت الحرام لأداء شعائر الحج والعمرة، فعليه أن يفكر وعليه أن يختار أنواع النسك. قدمنا أن الأنساك ثلاث: إما أن يكون الحج بالإفراد، وإما أن يكون بالقران، وإما أن يكون بالتمتع، وبينا الأنواع الثلاث. أما أركان الحج فهي أربعة: الإحرام، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. هذه هي الأركان الأربعة. يبدأ المحرم في أعمال حجه بالإحرام، ويحرم من الميقات كما بينا في المواقيت المكانية والزمانية، فيقول المفرد: اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم فيسره لي وتقبله مني. ويقول القارن: اللهم إني نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. ويقول المتمتع: اللهم إني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ثم يلبي بعد ذلك المحرم وينوي فدية إن كان عنده بعض المخالفات. المحرم بالحج والعمرة ينبغي أن يحتاط من محظورات الإحرام كما بيناها، فلا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح، ولا يجوز له أن يقرب النساء ولا أن يستمتع بهن، ولا يجوز له قص الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب، ولا يجوز له صيد البر، ولا يجوز له أن يلبس المحيط، ولا يجوز له الترفه بأي نوع من أنواع الترفه.
ولذلك يحتاط المحرم من محظورات الإحرام. يدخل المحرم إلى مكة المكرمة، وبعد أن يستقر في أماكن إقامته ينزل إلى المسجد الحرام. لماذا؟ ليطوف طواف القدوم بالنسبة للمفرد، أو ليطوف طواف القدوم بالنسبة للقارن، أو ليطوف طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. والطواف سبعة أشواط كما بينا، يبتدئ وجوبا من الحجر الأسود وينتهي عنده، وأن يكون الطائف على وضوء، وأن يكون البيت العتيق جهة شماله أو جهة اليسار، ثم أن يطوف خارج حجر إسماعيل، وبعد تمام طوافه يصلي وجوبا ركعتين خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام أو في أي موضع من المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، دعاء الملتزم ودعاء مقام إبراهيم وحجر إسماعيل وغيرها من الأدعية، ثم يتوجه فيشرب من ماء زمزم حتى يتضلع، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المسعى. وبعد أن يتم الطائف هذه الأعمال يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة هو الركن الثاني من أركان الحج، وهو الركن الثالث من أركان العمرة، يبتدئ وجوبا من الصفا وينتهي عند المروة سبعة أشواط، الذهاب شوط والإياب شوط، ويهرول استحبابا واستنانا بين الميلين الأخضرين الرجل دون المرأة، ويكثر الساعي من الدعاء ومن ذكر الله تعالى. وبعد تمام سعيه يتحلل المتمتع بالحلق أو التقصير، أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما، ويعودان إلى مكان الإقامة، ويعودان إلى التلبية، ويكون مقامهما بمكة في هذه الأيام، ينتظرون يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. ونوصي سائر الحجيج بالمواظبة على صلاة الجماعة في المسجد الحرام، فالصلاة بالمسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد في أرض الله تعالى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، في هذا اليوم ندعو المتمتع الذي تحلل بعد أن أتم عمرته أن يحرم بالحج، فيغتسل ويتطيب ويتجرد ويلبس الإزار والرداء، ثم يحرم بالحج، فيقول المتمتع يوم التروية: اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم فيسره لي وتقبله مني. ثم بعد ذلك يلبي التلبية الأولى ويحرم من مكان إقامته أو من المسجد الحرام، كل ذلك جائز. ثم يخرج الحجيج استنانا إلى منى ليقيم بها يوم التروية ويبيت بها ليلتهم تلك ليلة التسعة، ويجوز التوجه مباشرة إلى عرفات، فمن أقام بمنى أو من أقام بعرفات يصلون الصلاة في وقتها ولا يقصرون ولا يجمعون. يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يقيم به الحجاج على صعيد عرفات الطاهر، فمقامهم بعد الشروق إلى الزوال سنة، فإذا أذن المؤذن في مسجد نمرة يؤذنون أمام خيامهم ويصلون، فيجمعون بين الظهر والعصر ويقصرون فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتفرغون للدعاء إلى قبيل الغروب، تكون وقفة أو وقفتين مع نية استشعار الحضور على صعيد عرفات. الوقفة بين الزوال والغروب واجب حكمها، والوقفة بعد الغروب ركن، هي الركن الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فإذا أذن المؤذن للمغرب فلا يصلي الحجيج المغرب على صعيد عرفات، ينوون ويستحضرون نية الوقوف الركن على صعيد عرفات، ثم يفيضون إلى المشعر الحرام، وفي المشعر الحرام يحطون الرحال. فماذا يفعلون؟ أول شيء يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير، أي يؤخرون المغرب ويقصرون العشاء، فيصلون المغرب 3 ركعات
والعشاء ركعتين، ثم بعد ذلك يأكلون ما تيسر معهم من الطعام، ثم يجمعون الحصيات، فمن كان سيبيت بالمزدلفة وذلك هو الواجب وتلك هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيخلد إلى النوم ولا يصلي النافلة ولا يصلي الشفع والوتر. ومن حقق جزءا من الليل وحط الرحال وهو الحد الأدنى من المبيت وأراد أن ينتقل إلى منى فله ذلك، فبعد أن جمع الحصيات وقام بهذه الأعمال ينتقل إلى منى ليستقر بمخيمات منى. أجاز بعض أهل العلم أن يبدأ في أعمال يوم النحر من بعد منتصف الليل ليلة عشرة من ذي الحجة. أعمال يوم النحر هي مجموعة في أربع أعمال: الأمر الأول هو رمي جمرة العقبة، الأمر الثاني هو نحر الهدي، الأمر الثالث هو الحلق أو التقصير، الأمر الرابع هو طواف الإفاضة. وبينا في حصص سابقة أن الحاج الذي عليه هدي كالمتمتع والقارن ومن ارتكب محظورا أوجب عليه هدي عليه أن يقتطع تذكرة هدي قبل أن يخرج إلى عرفات، وبذلك يرمي جمرة العقبة، وكان قد قدم هديه حيث وكل الشركة التي ستنوب عنه، وبعد ذلك يحلق أو يقصر ثم ينزل إلى مكة المكرمة ليتم طواف الإفاضة. وبطواف الإفاضة يتم المفرد والقارن يتمان نسكهما، أما المتمتع فيطالب بالسعي بين الصفا والمروة لأنه أحرم يوم التروية ووقف بعرفات يوم تسع، والآن طاف طواف الإفاضة ينقصه السعي بين الصفا والمروة. وكذلك من كان مريضا أو عاجزا أو مراهقا فلم يسعى فيسعى الآن بعد طواف الإفاضة، وهكذا يتم الحج والحمد لله تعالى. تبقى أعمال أيام التشريق، وأعمال أيام التشريق هي أن يقيم الحجاج بمنى على صعيد منى فيقيمون بها بالليل والنهار، يقصرون الصلاة الرباعية ولكنهم يصلونها في وقتها، ويرمون الجمرات الثلاث. إذا كان الحاج صبيحة يوم العيد قد رمى جمرة العقبة فقط، ففي أيام التشريق وهي أيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة يرمي الجمرات الثلاث، يبتدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى. ولذلك يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فيقيم بها ليلا ويرمي الجمرات الثلاث نهارا، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرمي بها، فيرمي الصغرى ثم يدعو ثم يرمي الوسطى ثم يدعو ثم يرمي الكبرى ثم ينصرف. وتجوز الإنابة في الرمي بحيث يرمي عن نفسه أولا في كل جمرة ثم يروي عن نائبه أو من نوبه، وبذلك يتم رميه. فإذا أراد التعجل فإنه يرمي يومين فقط ويخرج يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يفارق منى قبل غروب الشمس ويسمى هذا المتعجل. أما المتأخر فإنه يبيت ليلة أخرى ويرمي يوما آخر، وبعد ذلك يعود ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة. في مكة المكرمة المفرد الآن أتم كامل أعمال حجه ولكنه لم يعتمر، فنطالبه بعد انقضاء أيام التشريق أن يخرج إلى التنعيم إلى مسجد عائشة فيحرم عندئذ بالعمرة، ثم يدخل مكة ملبيا فيطوف بالبيت للعمرة، ثم بعد ذلك يسعى للعمرة بالشروط التي قدمناها، وبذلك يكون قد أتى بعمرته فيتحلل منها بالحلق أو التقصير. تجوز أو يجوز تكرار العمرة في الرحلة الواحدة، وتجوز الإنابة عن الغير في العمرة كما بينا، أن يكون الإنسان قد اعتمر عن نفسه أولا، ويجوز الحج عن الغير بشرط أن يكون الحاج قد حج عن نفسه أولا، وبعد ذلك تنتظرون الرحيل ومفارقة مكة المكرمة، فهنا لا يبقى معكم إلا طواف الوداع، وهو كسائر الطوافات لا يختلف فيه إلا النية. وعند مغادرة البيت العتيق تتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء ألا يجعل هذا آخر عهدكم ببيته العتيق، وأن ييسر لكم الحج مرارا وتكرارا، فادعوا الله تعالى صادقين مبتهلين
ضارعين مخلصين، واسألوه أن يمن علينا وعليكم بالحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور والتجارة الرابحة التي لن تبور، إنه عزيز غفور. هذا والله تعالى أعلم، وهو أجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.